حبايبي أبطال الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا معنا النهاردة. نشيد جديد من أناشيد الصف الأول الابتدائي الترم الثاني بعنوان مع أصحابي. وأول حاجة يا أولاد هنبدأ بها هي قراءة النشيد. مع أصحابي هي أصحابي نحكي قصص عن أحبابي أو نتسلى بالألعاب. هي يا أصحابي قول يا أسامة. هيا يا أصحابي نحكي قصصا عن أحبابي أو نتسلى بالألعاب. هيا يا أصحابي. وبعد ما قرينا النشيد يا أولاد هنتعرف على المعاني والمفردات، فهيا يعني تعالوا، وأصحابي يعني أصدقائي، ومفرد أصحابي صاحب، ونحكي يعني نروي. ولازم ناخد بالنا إن في فرق بين نروي الحكاية يعني نحكي الحكاية، ونروي الأرض يعني نسقي الأرض، وقصصا يعني حكايات، ومفرد قصص قصة، وأحبابي مفردها حبيب، ونتسلى يعني نلعب ونلهو، والألعاب مفردها اللعبة. وبعد ما عرفنا يا أولاد المعاني والمفردات بننتقل لشرح النشيد اللي بيقول فيه الشاعر: هيا يا أصحابي يعني تعالوا يا أصحابي، يلا تعالوا بسرعة. ليه؟ عشان نحكي قصص عن أحبابي، عشان نحكي ونروي حكايات وقصص عن اللي احنا بنحبهم، أو نتسلى يعني نلعب ونلهو بالألعاب بتاعتنا. هيا يا أصحابي يعني يلا بسرعة تعالوا يا أصحابي. ننتقل بعد كده للكلمات. فهيا فيها حرف مضعف أو مشدد اللي هو حرف الياء، ويا دي أداة نداء بينادي فيها الشاعر على أصحابه. لما أقول يا يعني بنادي على حد، وأصحابي فيها مد بالألف وفيها مد بالياء وكمان ياء ملكية، ونحكي فيها ياء مد ما فيهاش ياء ملكية، لأن زي ما احنا عرفنا قبل كده إن ياء الملكية لما أجي أشيلها ما بتأثرش على الكلمة. فأصحابي لو شلت الياء هنا هتبقى إيه؟ أصحاب. إنما هنا نحكي لو شلنا الياء هتبقى إيه؟ نحك. فما تنفعش تكون ياء ملكية. قصصا فيها تنوين بالفتح. أحبابي فيها مد بالألف وفيها ياء ملكية وياء مد. نتسلى فيها ألف لينة في الآخر، وألف اللينة دي هي اللي بتكتب ياء وتنطق ألف، وكمان فيها تضعيف لحرف اللام. بالألعاب فيها مد بالألف. بننتقل بعد كده للأسئلة، وأول سؤال معانا بيقول: على من ينادي الشاعر؟ يعني الشاعر بينادي على مين؟ هتكون الإجابة على الأصحاب. السؤال الثاني بيقول: ماذا تحكي؟ يعني بتحكي ايه؟ تبقى الإجابة: قصصا عن أحبابي. السؤال الثالث: بماذا نتسلى؟ يعني بنلعب ونتسلى بإيه؟ تكون الإجابة: بالألعاب. آخر سؤال: مع من تلعب؟ يعني بتلعب مع مين؟ مع الأصحاب. حبايبي بكده نكون انتهينا من شرح درسنا النهاردة مع أصحابي. استنونا في شرح جديد من دروس اللغة العربية على قناة ياسر خضير التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.